إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إخواني الكرام، وبعد، فما زلنا مع تأملات قرآنية وسورة الفرقان والإمام ابن كثير بقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ضعفين ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله وابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال عبد الله: وأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وهكذا رواه النسائي عن هناد ابن السري عن أبي معاوية به، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الأعمش ومنصور من حديث الأعمش ومنصور. زاد البخاري رحمه الله وواصل ثلاثتهم عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به، فالله أعلم. ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث طريق غريب. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، حدثنا عامر بن مدرك، حدثنا السري يعني ابن إسماعيل، حدثنا الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاتبعته، فجلس على
نشز من الأرض كم مرتفع، وقعدت أسفل منه ووجهي حيال ركبتيه، واغتنمت خلوته وقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذنوب أكبر؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قلت ثم مه؟ قال أن تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك. قلت ثم مه؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر الآية. وقال النسائي حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن هلال ابن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هي أربع، فما أنا بأشح عليهن مني منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تزنوا ولا تسرقوا. قال وقال الإمام أحمد رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رضي الله عنه حدثنا علي ابن المديني رحمه الله، علي ابن المديني رحمه الله حدثنا محمد ابن فضيل ابن غزوان حدثنا محمد بن سعيد ابن سعد الأنصاري سمعت أبا طبية الكلاعي سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وما زال الكلام ابن كثير إخواني الكرام رضي الله عنه، المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا حدثنا عمار بن نصر حدثنا يعني بقية عن أبي بكر ابن أبي مريم عن الهيثم ابن مالك الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. وقال ابن جريج: أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير أنه سمعه يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزلت كذلك إخواني الكرام سورة الزمر
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا لا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي فاختة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق وينهاك أن تقتل ولدك وتغذو كلبك. يعني طبعا هم كانوا بيقتلهم إنما كانوا يغذون كلبهم لأنه كان ينفعهم في حراسة بيتهم وماشيتهم بينما لم تكن البنت تجلب لأولئك الوائدين نفعا. يعني كانوا يغذون كلابهم ويقتلون يعني بناتهم. فإن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق وينهاك أن تقتل ولدك وتغذو كلبك وينهاك أن تزني بحليلة جارك بحليلة جارك. قال سفيان وهو قوله قال سفيان وهو قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما روي عن عبد الله يعني روي عن عبد الله ابن عمرو أنه قال أثاما وأثاما واد في جهنم أثاما واد في جهنم واد في جهنم. وقال عكرمة يلقى أثاما أودية في جهنم يعذب فيها الزناة. وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وقال قتادة يعني يلقى أثاما نكالا يعني كنا نحدث أنه واد في جهنم. وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول يا بني إياك والزنا فإن أوله مخافة وآخره ندامة. وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره عن أبي يعني أمامة الباهلي موقوفا ومرفوعا موقوفا ومرفوعا أن غيا وأثاما بئران في قعر جهنم أجرنا الله منها بمنه وكرمه. وقال السدي يلقى أثاما أي يلقى جزاء. وقد أشبه بظاهر الآية ولهذا فسره بما بعده مبدلا منه يعني مبدلا منه يعني واضح إخواني مبدلا منه وهو قوله إيه بقى وهو قوله إخواني الكرام إيه بقى المبدل ده إخواني مبدلا منه يعني يقول ولهذا بصره بما بعده يعني مبدلا منه فسره وقد فسره بما بعده مبدلا منه. إيه المبدل؟ وهو قول الله عز وجل يعني يضاعف له العذاب يوم القيامة.
ودي نقطة مهمة جدا عايزين نقف عندها يا إخواني، ما هو البدل؟ يعني البدل في الموضوع، يعني لو احنا تأملنا عندما تقول عاملت التاجر خليلا، كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عادلا، أصغيت إلى الخطيب علي. إذا تأملت الكلمات التي هي خليلا وعمر وعلي، عملت التاجر خليلا، يعني كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عادلا، يعني أصغيت إلى الخطيب علي. فتجد أن التلات كلمات دول يا إخواني، خليلا وعادلا وعلي، يعني تجد كل واحدة منها مسبوقة باسم آخر. يعني قلت عملت التاجر علي، يعني واضح كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عادلا، يعني أمير المؤمنين، يعني وعمر، يعني قبل عمر أمير المؤمنين، وقبل علي الخطيب. تجد كل واحدة من الزوقة باسم آخر، والتاجر أمير المؤمنين الخطيب. وهذه الأسماء المسبوقة ليست مقصودة لذاتها في الكلام، وإنما ذكرت تمهيدا للأسماء التي هي علي وعمر وخليل. ولكن ما فائدة هذا التكرار؟ هي فائدة تقوي الكلام، يعني تقوية الكلام وتقريره وإيضاحه. فكأنما الفعل نسب مرتين، مرة الأمير المؤمنين ومرة لعمر، وهكذا في بقية الأمثلة الأخرى، يعني علي وخليل. يعني فهنا يعني فتسمى، يبقى علي بدل وخليل بدل وعمر يعني بدل، يعني واضح، يعني هنا ده هو ذا البدل، يعني واضح. فالبدل اسم تابع مقصود لذاته في الحكم، ممهد له بذكر اسم قبله، يسمى مبدلا منه، يعني واضح. انتصر القائد سعد، أعجبني الفتى أدبه، سمعت الشاعر إنشاده، فتح الناصر صلاح الدين بيت المقصد، قرأت سيرة البطل خالد، نصر الله الإسلام يعني بالخليفة عمر. وإحنا أنواع البدل أربعة يا إخواني، بدل كل من كل، أو البدل المطابق، يعني مررت بأخيك زيد، بدل البعض من البعض، أكلت الرغيف ثلثه، بدل اشتمال، يعني هو الذي يكون فيه البدل دالا على صفة من صفات المادة منه، نفعني المعلم علمه، يعني واضح. البدل المباين وبينقسم إلى عدة أقسام، وإن شاء الله نكمل في موضوع البدل يعني في المرة القادمة. على أي حال، يعني يقول هنا إيه؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة. يبقى هنا ولهذا فسره بمعناه مبدلا منه، يعني يضاعف له العذاب يوم القيامة، يعني ليه؟ زي ما كما قال الله عز وجل، يعني والذين لا يدعون الله إلى آخره ولا يقتلون النفس التي حرم بالحق، يعني يضاعف له العذاب، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، يبقى يلقى أثاما مبدل منه، ويضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا هو الايه؟ هذا هو البدل يا إخواني الكرام. يعني إلا، يعني كما يقول، وقوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة، هذه الصفات القبيحة ما ذكر، إلا من تاب في الدنيا إلى الله جل وعلا من جميع ذلك. إلا من تاب يعني إلى الله، أي تاب في الدنيا إلى الله يعني من جميع ذلك، فإن الله عز وجل إخواني الكرام يتوب عليه. وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل، يعني عشان كده احنا لازم نسترحم بعضه، يعني انا عاصي، يعني الله عز وجل يرحمني، طب ادعوني الى التوبة، طب انصحني، لكن تتكلم على اخوك وتفضح اخوك، طب استر على اخوك عشان ربنا يستر عليك في الدنيا والآخرة. واضح، مهم جدا يا اخواني. المجتمع الهادي، المجتمع المؤمن الذي يعني إشعاع النور والإيمان وضياء الإيمان ونور الإيمان يشع في المجتمع، مجتمع يعيش في سلام وأمن، يعني لكن تناحر وتدارب وتقاطع وإخواني وحقد وحسد، يعني
تأمل يعني إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة، ما ذكر إلا من تاب في الدنيا إلى الله من جميع ذلك، فإن الله يتوب عليه. وفي ذلك إخواني الكرام يعني دلالة على صحة توبة القاتل، ولا تعارض يا إخواني الكرام، ولا تعارض يعني بين هذه وبين آية النساء اللي هي إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، سورة النساء. فإن هذه الآية وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة إخواني الكرام، إلا أنها يعني مطلقة، فتحمل على من لم يتب، يعني واضح، لأن هذه مقيدة بالتوبة. يعني ثم قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ثبت يعني السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بصحة توبة القاتل، كما ذكر يعني مقررا من قصة الذي قتل 100 رجل ثم تاب، يعني وقبل منه 100 رجل ثم تاب وقبل يعني منه يا إخواني الكرام، يعني وغير ذلك من الأحاديث. وقول الله جل وعلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وده باب عظيم جدا يا إخواني، ده يفتح باب الرجاء والأمل للعاصي يا إخواني مهما كان، ولا تشغل بالك بس توب إلى الله، عود إلى الله. شوف الله عز وجل إيه، فأولئك يبدل، مش بقى يتوب عليهم بس لا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، رحمة بأهل المعاصي يا إخوان، رحمة بأهل المعاصي، لازم يكون في قلبنا رحمة عشان ربنا يرحمنا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا سلام، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي معنى قوله يبدل الله سيئاتهم حسنات قولان، ده كلام ابن كثير. يعني ازاي؟ القول الاول انهم بدلوا مكان عمل السيئات، يعني بدلوا مكان عمل السيئات أيها الإخوة الكرام بعمل الحسنات، يعني ربنا خلهم يعملوا حسنات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال هم المؤمنون كانوا من إيمانهم، يعني كانوا من إيمانهم على السيئات، فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات، فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه كان ينشد عندهم هذه الآية بدلنا بعد حره خريفا وبعد طول النفس الوجيفة، يعني الوجيفة مصدر وجفة، ووجيف القلب وجوفه يعني خفقانه، خفقانه إخواني الوجف سرعة السير، سرعة السير إخواني الكرام، سرعة السير الوجف، سرعة يعني السير كما يقولون أيها الإخوة الكرام. ويعني تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها، تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها. وقال عطاء بن أبي رباح هذا في الدنيا يكون الرجل على هيئة قبيحة ثم يبدله الله بها خيرا. أقول قولي هذا.